قال إني مستخير ربي ثلاثة ثم عازم على أمري فلما مضت ثلاث. فيه جواز تكرار الاستخارة، وأعلى المأثور فيها أن يستخير ثلاثا، فإن كررها أزيد من ذلك فلا بأس، والأفضل أن يقطعها على وتر فيوتر ثلاث أو خمس أو سبع. طيب ما موجب تكرار الاستخارة؟ لماذا كرر عبد الله ويجوز فقها تكرار الاستخارة؟ يعني توثيقة للاستخارة لا لانتظار وارد يرد، إنما توثيقة وتأكيدا من العبد أنه يفوض أمره إلى الله باستخارته لأنه ينتظر شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل، وذكر حديث الاستخارة، ولم يأتي فيه أنه ينتظر واردا، سواء واردا قلبيا أو رؤيا منامية. فالإنسان إذا استخار يقدم على الأمر، لكن ربما احتاج توثقة للاستخارة بأنه يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. من المناسب مع ذكر هذه الفائدة أن المحدثين عند ذكرهم الاستخارة لم يبوب أحدهم في الكتب المشهورة على تكرار الاستخارة ويذكر هذا الحديث، وكما يوجد في مدونات الفقهاء مسائل توجد في غير مظنتها سموها خبايا الزوايا، فكذلك في المصنفات الحديثية أحكام لا توجد في مظنتها وإنما توجد في أبواب أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تضاغطوا، تعليما لصفة الجلوس عند الطعام، إذا اجتمع جماعة عند الطعام أنهم لا يتضاغطون ولكن يوسع بعضهم بعضا، هذا الحديث في الصحيحين، ولكن جاء في غير أبوابه ولم يذكر في بابه، فتخفى هذه السنة، وهذه محتاجة إلى أن ينهض ناهض باستقراء الكتب الستة على الأقل ويبين المسائل التي وقعت في غير أبوابها لتستفاد، مثل هذه المسألة التي ذكرناها، كذلك مثل الحديث إياكم وهيشات الأسواق، هذا يندر أحد يذكر في أحكام الأسواق إنه جاء في حديث طويل وهو في الصحيحين أيضا.